هذه هي الجلسة الثانية للجمعية الوطنية، هي الجلسة اللي ينتخب فيها مكتب الجمعية الوطنية، والحمد لله الفرق السياسية تفاهمت كامل على ذيك المحاصصة اللي يالتها تعدل، والأمور تجري على ما يرام ولله الحمد. هناك تفاهم وتعاطي من لدون جميع الفرق السياسية، والأمور جيدة ولله الحمد. ما فيه الحمد لله اعتراض على الشيء من طرف أي من الفرق. فعلا هذا برلمان من غرفة واحدة، وهذا بالنسبة لنا احنا كان الهدف من اصلا عنه يعد البرلمان من غرفة واحدة، هو تسريع وتيرة العمل الحكومي وتسريع وتيرة الترسانة القانونية اللي تعدل الدولة، تعدل الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وهذا أساسي غير ملي. فيه تحديات أخرى عنها، ما دامت عادت غرفة واحدة لا هي يكون ضغط العمل عليها كبير، ولا هي تحتاج إلى ياسر من من من, من تمحيص مشاريع القوانين، لأنهم عادوا يمروا بغرفة واحدة ولا تلاوي يمروا بغرفتين. عادوا إذا كان يمروا بغرفتين كانت واحدة منهم تقدمات تعود مثلا تعدل عملها، ولكن في الغرفة الأخرى تلاحظ ذوك الملاحظات اللي ما عجزت عنهم الغرفة الأولى تقدر الأخرى تراجعهم. وهذا هو اللي يجعل ضرك هاي الغرفة ما يصدر عنها إلا شيء مراجع، مثلا مراجعة ما تم رجوع لها، ويلا ملي النواب كاملين يعرفوا عن هذا، عنه يلا تعود فيه عمل جدي ومحضر تحضير جيد، وعودوا اللجان يحضروا عملهم تحضير جيد، ولا يخلق تصويت يكون على شيء ملي معروف انه هو مصلحه البلد اللي هو، ومعروف انه شيء ما فيه مجاملات. سيد النائب، تمارك ترأس اكبر كتله في البرلمان هي كتله اتحاد الجمهوريه، وعليها يقع عبء تمرير القوانين لانها هي اكبر كتله وشي مشات في اتجاه دار يوخر. هل انتم واثقون من تماسكهم ومشي في اتجاه واحد؟ هذه الكتله كتله اتحادنا الجمهوريه أساس. هذه الكتله البرلمانيه لحزب الاتحاد من اجل الجمهوريه، واحزاب الاغلبيه الأغلبية الرئاسية متماسكة تماما، هذه كتل متماسكة وتعمل عمل منضبط وتعمل عمل الفريق الواحد، وأملنا ملي كبير في أن الكتل المعارضة عنهم ملي إن شاء الله ستكون على المستوى المطلوب، وسيكون هناك تعاطي من أجل المصلحة العليا للوطن.